بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Provision made for men, food for people, i.e. the grains, and therewith, i.e. through water, we quicken a dead land, a land with no vegetation. Even so will be the resurrection of the dead, this is how they will be brought back to life and raised forth from the graves through water on the day of judgment. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. And the agony of death, the pangs of death, cometh in truth, heralding either damnation or felicity. This, child of Adam, is that which thou wast wont to shun and dislike. And the trumpet is blown, this is the blowing of the resurrection. This is the threatened day of the first and latter nations. And every soul cometh, along with it a driver, leading it to its Lord. This driver is the angel who recorded the evil deeds it had committed, and a witness, before its Lord, this is the angels who recorded its good deeds. And it is also said that this witness is man's works. Thou wast,
O child of Adam, in heedlessness, in ignorance and oblivion, of this day. Now we have removed from thee your covering, your works, that which was concealed from you in the life of the world, and piercing is your sight this day, and it is also said that this means, your knowledge is thorough this day. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص And the garden is brought nigh for those who kept from evil, those who warded off disbelief, idolatry, and indecencies, no longer distant, from them. And it is said that, reward and honor, is that which ye were promised, in the life of the world. It is, for every penitent, who turns to Allah and his obedience, and heedful one, observant of Allah's command in his private moment, and it is also said, in his prayers. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر And listen on, O Muhammad, so that you can hear the description of it. It is also said that this means, Strive, O Muhammad, for the day when the angel blows the trumpet, the day when the crier creeth from a near place, close to heaven, from the dome of Jerusalem, which is the closest spot on earth to heaven by about 12 miles, and it is also said this means, from a close distance from which they can hear from beneath their feet.